أولا أملأ الفراغ بالتاء المناسبة ثم أقرأ. بيت، عمارات، قلت، قضاة، مدرسة، صوت، قوت. بيت، عمارات، قلت، قضاة، مدرسة، صوت، قوت. ثانيا أصل الكلمات بالتاء المناسبة وأقرأ. بنات، فتاة، زيت، قصة. ثالثا أملأ الفراغ بالتاء المناسبة، تاء مبسوطة أو تاء مربوطة، وأقرأ الجملة. فاطمة تلميذة نشيطة. زهرتي البنات مكتبات. شاهدت مباراة شيقة. فاطمة تلميذة نشيطة. زارت البنات مكتبات. شاهدت مباراة شيقة.